معقد الحريري صار في تضارب الكلام، يعني النائب السابق نزيه نجم من هون من برنامج الحدث قال بأنه الرئيس سعد الحريري سيعود إلى الحياة السياسية اللبنانية وليش لا إلى رئاسة الحكومة، يعني هيك سمعني عم بيقول. بينما النائب هادي حبيش، النائب السابق هادي حبيش، يقول أنه لا، يعني عكس ذلك. بدي أسمع منك اليوم ماذا عن الرئيس سعد الحريري؟ نعرف أنه جاي ب14 شباط، ولكن هل سيعود إلى العمل السياسي؟ نعم، لا، بصرف النظر عن كلام النائبين هادي حباش ونزيه نجم، ممكن لهم كل الاحترام حكما، ولكن هو دليل أنه ما حدا عنده المعطى أو خريطة الطريق اللي موجودة عند الرئيس سعد الحريري وحده. الرئيس سعد الحريري لم يتخذ قراره بالعودة إلى العمل السياسي، تكون نحن واضحين ونقول هذا الشيء للناس. هو لم يتخذ هذا القرار، ولكن هل سيعود؟ نعم سيعود إلى العمل السياسي، ولكن متى؟ هو من يحدد متى. اليوم اللي صاير بهذه الذكرى أنه الجمهور الحريري والوطنيين والحلفاء والخصوم للحريري كلهم اعترفوا بحاجة البلد لشخص بحجم سعد رفيق الحريري لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه دائما صانع المبادرات والتسويات كان يخرج من بيت الحريري، يعني سواء الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي معروف بدوره بتسوية اتفاق الطائف اللي هي تسوية وليست صفقة. نحن دائما بنفرق بين التسوية والصفقة، لأنه التسوية تكون لمصلحة لبنان واللبنانيين، كل واحد بيتنازل عن جزء من مطالبه، أما الصفقة فبتكون هي على شراء البلد وبيعه مثل ما بدهم. الرئيس الحريري أيضا كان عنده كثير من المحطات اللي كان هو المبادر إلى التسوية، اللي هو قال بمقابلة أخيرة عبر قناة الجديد مع الزميلة الأستاذة مريم البسام أنه أنا مستعد ضحي بنفسي، مش بس بمالي، مش بس بشعبيتي، مش بس بسياستي، مش بس بعلاقاتي، بل ضحي بنفسي إذا كان الموضوع لمصلحة البلد. هلأ معروف عن الرئيس الحريري أنه عندما ترشح في المرة الأخيرة، طبعا مش مبدأ الترشح لأنه بس، لكن ككلمة بنستخدمها، لرئاسة الحكومة، اندفع لأن كان هناك خطر بعد انفجار المرفأ، وبعد تولي حسان دياب رئاسة الحكومة صار انفجار المرفأ، اندفع لهذا الترشح ليتحمل مسؤولية. اليوم عم بيجي يقول جمهور الرئيس سعد الحريري، عم بيقول له نحن لم نعد قادرين على البقاء متفرجين على انهيار البلد ولا على ما يجري بالساحة السنية تحديدا. في هبوط كتير كبير بالمستوى السياسي، وفي عدم مركزية بالقرار إلى حد، لكن الرئيس بري عم بيفكر كان بمنطق موضوع المشاورات، فإجا قال عم بيحط يعني المناطق وعم بيحط كذا كيف بده يقسمهم. خلص كل يعني المكونات، شيعة ودروز ومسيحيين بممثلين، شي ممثلين، شي ثلاث ممثلين أو ممثل واحد. وصل عند السنة، إجا ليشوف طب مين بده يكون موجود على الطاولة. نعم. وصل إلى حدود 8 و9 أشخاص، ورغم هيك اعتبر أنه في أشخاص حتزعل لأنه غير ممثلة. إذن في حالة تشرذم. اليوم الرئيس الحريري في حال اتخذ هذا القرار فحكما ما جاي لتصفية حسابات مع أحد، ولكن هو حاضن نوعا ما، ولكن لم يتخذ قراره. جمهوره بده ينزل بحشد جدا كبير ليقول للرئيس الحريري رجع إلى العمل السياسي. نعم. اسمح لي أدخل هون أنه عم تقول أنه ما في مركزية قرار عن نعم. السنة. أنا فيني أنا أقاطعك لو سمحت، لأنه في جزء من السؤال أيضا اللي ترك الكرسي النيابي والبلدية ورئاسة الحكومة وكل المواقع وعلق عمله السياسي، مش جاي يركض ورا كرسي رئاسة الحكومة. فلا، الرئيس الحريري مش الكرسي بوجهه اللي بيتفرج عليه مشان يروح يقعد على كرسي، لا، إذا كان هناك مصلحة للبنان يلحق مصلحة لبنان. نعم. وليس الكراسي. اي، هلا في كذا شغلة هون بدي أعلق عليها وبدي أسألك إياها. كنت عم تقول إنه التوقيت ليس مناسب، هو عائد حكما إلى العمل السياسي، بس حسب التوقيت، التوقيت ما هو؟ مش توقيت هو؟ هو بشوف، هو شايف ظروف، هو بشوف. نعم. ولا المملكة العربية السعودية بتشوف؟ لا، ما في، لأنه أول شيء المملكة العربية السعودية حتى ما نتخبى وراء إصبعنا. اليوم في كلام إنه غياب الرئيس سعد الحريري جزء منه كان موقف المملكة العربية السعودية. يمكن
يمكن أنا عندي حرص كتير كبير على العلاقة مع المملكة العربية السعودية وعلى صورة المملكة في لبنان، وأيضا على الرئيس سعد الحريري وصورته في لبنان، ولكن أؤكد لك أنه لا علاقة للمملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذه الرئيس الحريري بتعليق عمل السياسي، وبالتالي في حال بده يرجع إلى العمل السياسي يكون قراره وحده. بس ببساطة يعني أي عملية ربط عم بتصير بهذه المرحلة عملية خاطئة. ليش؟ بس هو بحاجة إلى دعم إقليمي يعني اليوم. ليش تقلك بس إذا بده يرجع الرئيس سعد الحريري؟ طيب هلا بالنهاية هو اللي بيعرف، نحن نازلين على الأرض لنجي نقول رسالة للجميع بالداخل وبالخارج إنه بدنا سعد الحريري، ولكن نحن في حال عنا صفة الوفاء للحريري فتعلمناها من الوفاء عند سعد الحريري للمملكة العربية السعودية. طيب. كنت عم تقول كمان بسياق الحكي عن مركزية القرار وأنه في تشرذم بالساحة السنية. أنا بدي أخذك شوي على الساحة الشيعية. وجملة الانتقادات التي تقال عن حزب الله أو عن الثنائي بأنه يحتكر الساحة الشيعية وأنه لا يترك خيارات إلا لا نوابه. وأنه ما في نواب تانيين وأنه في كتير شيعة اليوم لا يمثلهم هذا الثنائي ومن حقهم أن يتمثلوا. طيب عندما نأتي إلى الساحة السنية في البعض يقول أنه ما حصل بغياب الرئيس سعد الحريري يؤسس، مش عم أقول أنه أسس وخلص وعمل، بس يؤسس لنوع من التنوع في الساحة السنية، ربما مناطقيا لوجوه شبابية جديدة يمكن أن تكون مولودة من المجتمع وإلى ما هنالك، وبالتالي غياب المركزية السنية ليست سلبية بقدر ما هي إيجابية لخلق ديناميكية بالساحة السنية كما هي مطلوبة بالساحات الأخرى يلي يحتكرها مثلا الثنائي. هلأ بالنهاية الديمقراطية هي تفرز نوع الساحات وشكلها، تمام؟ ونحن لا نتحدث على احتكار القرار السني أو غير السني، لأنه الرئيس سعد الحريري منه مقتصر على السنة بالبلد، بل نحن عم نحكي عن مركزية قرار احتضان لكل السنة بالبلد، يحتاجون لمن يحتضنهم، ولكن مش جاي يجي يسكر منازل، لا، موجودين، بيت مراد موجود بالبقاع، بيت سعد موجود بصيدا، بطرابلس في شخصيات موجودة قد تتعاون ببعضها ليطلع مركزية قرار، ولكن لا يعني أن الرئيس الحريري. والدليل طب هاي جهاد الصمد، نائب جهاد الصمد هو وحيد سمى الرئيس الحريري بالاستشارات. طب شو في آخر زيارة ببيت الوسط مين كانت؟ النواب الأحباش كانوا موجودين عند الرئيس الحريري. إذن الجميع يدرك أنه لهذا الرجل قيمة، مش عم نجي نقول أنه نحن مركزية أنه لا بس هون السنة، لا، بس أنا بقول لك إياها ما في غير كتاف سعد الحريري بيشيلوا السنة بالبلد. نقعد نضحك على بعض يعني؟ اليوم جزء كبير من النواب ومش كلهم أشبه بمخاطر أو أعضاء بلدية، تسفيت أرض من هون، دواء من هون، كذا. بينما القرار وصناعة القرار نحن غائبون عن هذا الأمر بفعل عدم وجود الشخصية أو الشخصيات إذا بدك اللي تمثل السنة بالبلد، لما تيجي تسوية من بده يحكي باسمنا؟ هلا طبعا حضرتك عم تحكي انه بالمنطق الطائفي بالبلد وفق التقسيم الطائفي، هذا الوضع الواقعي يعني الواقعي انه هو، بس بطبيعة الحال بانه بنموذج اخر يعني اكثر، اذا بدك دولة اكثر حضارية، بتكون الدولة هي اللي بتمثل كل الناس، مش هذا نحن بنتمناه اساسا. الرئيس سعد الحريري يريد دولة طبيعية، وعندما يكون رئيسا للحكومة او خلال ترأس تيار المستقبل يتعاطى مع الكل، ما بيجي بيحكي بموضوع سني أو مسيحي أو غيره، بالوقت اللي كان في مين بقصر بعبدأ فاتح حقوق المسيحيين وقعد على جنب. يعني أكثر من كان حريص الرئيس الشهيد رفيق الحريري من صاحب مدرسة أنه المسيحي المعتدل أقرب إلي من المسلم.